وخلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع معالي السيدة رينتو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، أكد معالي وزير الخارجية على عمق علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة التي تشهد تطورا وازدهارا على الأصعدة كافة، معبرا عن تطلع مملكة البحرين الدائم إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير أطر التنسيق المشترك في مختلف المحافل بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. من جانبها نوهت معالي السيدة ريتنو مارسودي بما يشهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم يلبي طموحات البلدين الصديقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والرخاء.